عاد على طاقة الأحوال، في واحد من العيال عندهم عادة في عائلتهم أنه ما عندهم شوفة شرعية، أي إذا جاي يتزوج كذا يخش ما يدري مين هذه، يعني من يوم ما تخطب لين ليلة الدخلة وانت ما تدري هي حلوة ولا شينة. وهم من النوع اللي مهورهم غالي، يعني خسران كثير مستحيل يطلق، يعني تخيل يقولك عطني مليون ريال وبعطيك سيارة بس ما تدري هي ديدسن ولا لامبورغيني. فأنا اقترحت عليه، هو لسه ما تزوج الآن بس هو خايف من اللحظة هذه مسكين، فأنا اقترحت عليه وأقترح على كل أحد عندهم نفس الحالة أنك تختبر ذوق الشخص اللي راح يختار لك العروسة. يعني مثلا أنا بعطيك مثال، تروح عند أمك توريها صور ممثلات وتشوف إيش رأيها، يما إيش رأيك في أنجلينا جولي؟ ما هي بحلوة. طيب إيش رأيك في حليمة بولن؟ ما هي بحلوة. طيب هاي الشعيبي يما؟ ما شاء الله وش تزين. أمك هنا خقت على هاي الشعيبي، هنا تعرف أن أمك ذوقها مو مرة أوكي خايس. إيه تروح عند أختك تسألها نفس الشيء، إيش رأيك في أنجلينا جولي؟ حلو بس برطمها كبير. طيب حليمة بولند، والله أحس عمليات تجميل. طيب محمد سال، ما شاء الله وش ذا. هنا تعرف إنه أختك هي اللي ذوقها حلو. طيب تروح عند أختك تقول لها اسمي، طلعي أمي من السالفة وانت اختاري العروسة. أوكي أنا أدري إنك شخص تحترم عاداتكم وتقاليدكم، لكن هذا موضوع ما في لعبة. تخيل أنت قاعد تختار شخص راح يعيش معك طول العمر. فيه نوع ثاني من العوائل برضو، هذولي ما عندهم شوفة شرعية بس يتعاملون بالصور. زمان كان الموضوع عادي أوكي، لأن الصورة كانت 4:6 والوضع تمام. المشكلة الحين، الحين أغلب الصور كلها في الجوال، فمعناه أنه في فلتر، معناه أنه في إضاءة بنت كلب كذا من فوق وتتميلح تطلع مزة. نصيحة أخ لأخي، أب لأبي، لا أب لأبي ما لا خربت. لا تصدق الصور، لا تصدق الصور، لا تصدق الصور. طبيعي جدا تشوف شخص في الصورة قدامك شخص آخر، وفي العكس في ناس في الصور يطلعون شيون بس في الحقيقة ما شاء الله. إذا أنت شخص حديت على الصور وكان هذا الحل الوحيد عشان تشوف زوجة المستقبل، لا ترضى إلا بصورة بطاقة الأحوال لأنها الحقيقة. وبس الله يوفق الجميع إن شاء الله، وتعيشون في ثبات ونبات وراحة واطمئنان. يا أخوان لو تشوفون الرياكشن حق أهل جدة على السنابات، إنه في ناس ما عندهم شوفة شرعية، إيش ده ما عندهم شوفة شرعية؟ كيف كده؟ كيف عايشين دولة؟ أوه ماي جاد. طبعاً هذه عادات وتقاليد زيها زي غيرها، في دولة مالي في ناس يأكلون لحم البشر، هنا في ناس ما عندهم شوفة شرعية.